فينيسيون اللي هي رائعه، ديكورات اللي هما حديثه وجديده، مساحه اللي هي كبيره كتمشى في العقار وكتحس بصح بان كاين فرق في المساحه. عدد ديال السكان قليل ار بلس 2، بما معناه كاين السفلي واحد، الطبق الاول كاين فقط واحد، وبالنسبه للطبق الثاني فقط واحد. بالنسبه للديكورات اللي هما ديكورات اللي تصاوبوا واعرين غزالين، وما زادهم رونق وجمال هو انهم زادوا لهم التريات، زادوا لهم بعض الديكورات واللمسات اللي كتميز صاحب هذا العقار في السوق. كنقول لكم مرحبا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم، كنرحب بكم بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس اقدم لكم التحيه والسلام. كنقول لكم شوفوا معي العقارات مدينه مكناس، هناك تنافسيه كبيره في السوق، هناك جوده، هناك اتقان، وهناك حرفيين اللي كان من هنا كنحييهم اينما كنتم. الناس اللي كيخدموا في الصباغه، الناس اللي كيخدموا في القبص، الناس اللي كيخدموا في البني، الناس كل واحد فاش كيبدع وكيتقن، وكذلك اللمسه ديال المقاول والطريقه كيفاش كيحط كل حاجه في جهتها. ونزيد الناس اهل الاختصاص، كذلك الناس التقنيين اينما كنتم. كنقول لكم اعزائي المشاهدين مرحبا بكم في عقار بثمن ديال 560,000 درهم، كنهضروا على 56 مليون، عقار جد جد منافس، سيقوني جد جد منافس، كيتواجد بمدينه مكناس وبالضبط واحد من الاحياء هي عامره، حداك اللي بغيتي كاين جامع، كاين كذلك سويقه، كاين زيد عليها كاين مدارس العموميه والخصوصيه، ونزيدك هي الى حليتي الشراجم كتلقى راسك كطل على بلاصه اللي هي خاويه على جرده، كما كنقول هي كطل على جرده على اسباس فيغ. الى حليتي الشراجم اللي قدامنا اللي كنشوفو لهي حليتيهم كتلقى راسك تتشوف واحد لافيو اللي هي ديكاجي وحداك باركينغ. اذا سيداتي سادتي اقدم لكم عرض فاخر، عرض جد جد ممتاز. هانتوما اللي اؤكد الكلام اللي قلت لكم، هنا راه عندنا في الطابق فقط شخص واحد في كل طابق، هادو هما الدروج مصوبينهم باتقان، الناس كانوا واقفين على شغلهم، الدروج دايرينهم بالاينوكس، دايرين فيهم الليد. فاش كندخلو باش نشوفو الصالة كيفاش جات، كتلقى قدامك صالون مستجوب كبار، فاش كنزيدو كنلقاو صالون مستجوب كبار، كنلقاو قدامنا البلاصة فين كدير التلفزيون ولا فين كنحطو جهاز ديال التلفاز، مصاوبين دايرين فيها بانو. ولا زدنا وشفنا الفوق بالنسبه للقبص وبالنسبه للزخرفه ديال القبص، ديكورات في كل بلاصه كنلقاو هناك ديكور اللي هو مختلف على الديكور اللي كاين في البلاصه الثانيه. مثلا الا شفنا الصالون، الا شفنا السيجور، كل حاجه كتختلف الديكور ديالها على البلاصه الثانيه. ما قلت بثمن ديال 560,000 درهم، المساحه الاجماليه ديال العقار هي 124 متر مربع، والبلاصه فين كنتواجدوا كنتواجد بكم اليوم بحي السلام، وكنقدم لكم اعزائي المشاهدين التحيه والسلام اينما كنتم داخل وخارج المغرب. اللي كياكد المساحه هي شوفوا معايا المطبخ شحال كبير، المطبخ دابا راني كنصوروا من زاويه مقابله، غادي نمشي نشوفوا معايا المطبخ اللي كله محطوط على الصح، محطوط على دارة ومصوب بالخشب، ونزيد لكم هي كاين البالكون ديالو المطبخ. هانتوما كتشوفوا معايا البلاصة اللي ممكن تفرش وتكون فيها جلسة. كما قلت لكم قبيلة بالنسبة للسقف، الديكورات اللي هي كتختلف من الصالون مع السيجور مع المطبخ، كل بلاصة والديكور اللي تصاوب فيها. وكاين كذلك بالكون خاص بالمطبخ، كاين البالكون ديالو فيه البالكون ديالو. أعزائي المشاهدين هانتوما كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعو فعلا راه الخدمة، او احد الاصدقاء والمعارف عنده مثلا ارض فيلا، او ارض مثلا قابله للبناء، او ارض فلاحيه او فيرما، فنحن رحم الخدمه. غادي نشوفوا الصالون ديالنا من الزاويه المقابله باش نشوفوا المنظر والديكورات وروعه المكان. هي هذه، شوفوا معايا الديكورات كيفاش جات، بصح عقار اللي مختلف وبثمن اللي مختلف وبثمن اللي هو منافس. صدقوني صدقوني ان كندورو في العقارات وكنشوفو عقار بحال هاد الفخامه ربما كان في ثمن اكثر، ولا ربما في مدن اخرى غادي يكون اكثر واكثر. غادي نكملوا الجوله التفقديه للمكان باش نعرفوا كل حاجه فين جات والبلاصه فين جات. حنا عندنا هاد الممر هذا كما شفتوا معايا دايرين فيه ديكورات بزليج
التقليدي ولا بزليج بالإيحاءات ديال الزليج التقليدي المغربي، دايرين خصة، دايرين هنا حمام والدوش والطواليت ديالهم. عندنا هنايا الفوق كاين عندنا الديبارة اللي كنسميها أنا ديما بيت ديال الخزين، وعندنا طواليت أخرى كاينة في هاد المكان. كندخلو الغرفة رقم واحد، شفتو معايا الغرفة رقم واحد هي الغرفة ديال الوالدين، دايرين فيها بلاكارات النوعية الخشبية، ودايرين فيها ديكورات كما قلت ديكورات هي مختلفة، كتختلف من غرفة لغرفة ومن مكان إلى آخر. نعاود أهم الأشياء، كنتواجد بعمارة اللي فيها فقط جوج ديال الطوابق R بلس 2 بما معناه السفلي بروميير دوزيام، المساحة الإجمالية ديال 124 متر مربع، 124 متر مربع، كلها ديكورات راقية، كلها مساحات اللي هي كبيرة، كلها رونق وجمالية. كنقدم لكم عرض اللي بصح همزة بما تحمله الكلمة من معنى، همزة في الثمن ديالو، همزة في المساحة ديالو، وهمزة في الموقع. علاش كنقول همزة في الموقع؟ إلا حليتي الترجم هادي من أهم الأشياء، إلا حليتي الترجم ما غادي تشوف حتى شي واحد. ترجم قدامك جردة كما أكد لي صاحب هاد العقار، ونزيدك هي كاين قدام كذلك باركينغ. ما قلت هاد العقار اللي بغا يشوفو، والتأكد من المعلومات فما إلى الاتصال والتواصل معي حتى يتسنى له زيارة هاد العقار عن كثب. إذا هذا هو العقار. بالنسبة للغرف، غرف اللي هي كبيرة، راه كنحاول ما أمكن أنني نعطيكم لمحة سريعة، ما كنحاولش أنني نتقل بزاف التصوير ديال كل بلاصة، ولكن كنحاول كندير جهد ديالي. لهذا أطلب منكم أعزائي المشاهدين حتى أنتم الدعم بالضغط على زر ديال الإعجاب واشتراك في قناتكم أفير. كنقول لكم دمتم في رعاية الله، وكنتمنى ديما نلقى عروض بحال هادنا هذا. كنقول لكم دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في عروض مقبلة إن شاء الله. مع ذلك.